يا مرحبا، اليوم راح نتكلم عن طريقة تنظيم الايردروبات عندك في الجهاز أو في الموبايل. سهلة جدا، لأنه سر نجاح أي ايردروب هو تنظيم الوقت وتنظيم كيف ممكن تتابع ايردروباتك بسهولة جدا وتذكر جميع المشاريع اللي داخل فيها. فيلا بينا على الشرح. فقبل البدء لا تنسوا الدعم بالاشتراك، تفعيل زر الجرس، تابعوا قنوات التليجرام للتحديثات. عندنا بعض التحديثات اللي صايرة في الكريبتو، ان زيكسين قربت خلاص، يعني ما بقى لها شيء، وبايبيت راح تسوي لها ليست قريب جدا، وهنا كاتبين راح يكون زيكي اير دروب قريب جدا بإذن الله، وممكن راح نشوف التشيكين يعني الأهلية في هاي الأيام، يعني قبل شهر 6 ممكن، وفي شهر 6 بإمكانها تنطلق زيكسين. كذلك لاير زيرو في تحديث ان السايبر راح نشوفها في آخر الشهر هذا، راح نشوف مين تأهل ومين لا. وراح ننتقل الى اول اير دروب، اوكي راح يكون دوب. اريد احنا تأهلنا في السيزون 1، الان هذا السيزون 2، قرب اصلا التوكن يعني ينطلق، ممكن نشوفه ادراج على باينانس قريب جدا. فالطريقة كيف راح تسجل على الموقع هذا؟ في حالة انك تأهلت في الاير دروب الاولاني راح تربط نفس المحفظة، في حالة انك جديد راح تربط محفظتك وراح تسوي كرييت نيو واليت، راح تخزن 12 كلمة وراح تدخل عادي للداشبورد الخاص بهم. فأنا أوريدي عندي المحفظة يعني خاصة بهم، راح أسوي أنلوك بهذا الشكل، راح يبين معاي أوكي. أولا راح يبين معاك هنا هو عندك البوينت، راح تجمع النقاط أوكي، وراح تروح على البادج، لازم تسوي هالبادجات اللي موجودة جوا التليجرام، فولو تويتر، الديسكارد، كذلك راح تسوي زيكي يعني الكي واي سي على الموقع هذا، راح تسوي كومبليت كي واي سي، وراح تسوي فيريفاي الخاصة بك. طبعا هذه إذا عندك رصيد مبلغ على شبكة إثريوم بإمكانك تحط يعني المبالغ. راح تروح للأكاونت الخاص بك، وبعدها راح تاخذ محفظتك بهذا الشكل وتبعت على شبكة الإثريوم USDC أو USDT. الدب لا لسه ما انطلقت، تمام، وراح تسوي مبلغ اللي تريد تدخل به وتسوي له بهذا الشكل اوكي، وراح تحط الاماونت USDT. انا اوريدي ضبط معايا 9082 قطعة اوكي، اخذتها في الاردروب. عندك USDT USDC WBTC والايتر، فتختار تفضل يعني ستيبل كوين، تختار وتسوي له ستيك هنا عندهم. ولكن الستيك اذا رحنا على البادج، البادج اقل ستيك اللي موجود عندنا هو 10,000 دولار، يعني صعبة جدا للناس يعني المبتدئة. هنا 20، هنا 50,000، هنا 100,000، فهذه لا انصح فيها طبعا بالنسبة لي. فعندنا هنا سين، لازم تبعت ترانزاكشن 50 مرة تاخد هاي البادج، 100 مرة تاخد هاي البادج، 200 مرة و 500 مرة. طبعا لانه شبكة الاثريوم فصعبة شوية، لان كل ارسال راح تدفع عليه فيز، فيفضل تسوي هاي الاشياء وتروج للموقع وتجمع النقاط وخلاص. ومعانا سويت انا دوكس اوكي، سوينا بوتات تليجرام الاردروبات اللي موجودة مثل نوت كوين ومثل مومو، يعني العديد من الاشياء والهوت، راح اخلي لكم جميع يعني هذا بلوم كذلك مرة جدا حلو، خليت لكم يعني هذا الرابط تحت اسفل الفيديو، راح تدخلوا عادي بهذا الشكل، راح يحولك الى التليجرام، راح تقرا شو مكتوب في التليجرام بهذا الشكل اوكي، وراح تدخل لي هذا البوت، راح تسوي اوبن تليجرام ديسكتوب، راح يحولك الى هنا اوكي، وراح تدخل لي الموقع بهذا الشكل، بتسوي حساب عادي وتخزن يعني البرايفت كي الخاصه بك، وتسوي كليم يوميا كل 7 ساعات بيعطوك يعني نقاط هذه، وراح تتحول الى توكن. يعني البوتات كلهم عادي جدا سهلين، بامكانك الدخول بهذا الشكل، وراح ان شاء الله تضرب معنا مثل النوت كوين، اخذنا تقريبا 500 دولار، ومبروك الناس اللي اشتغلت معي في النوت كوين. المهم هذه هي جميع المشاريع اللي اشتغل عليها، راح تدخل بهذا الشكل، يعني كل واحد ادخل اقرا عليه شو المطلوب، وانت اشتغل في البوتات ان شاء الله يضربون معنا ضربات حلوة. على يعني لو اي بوت هنا اعطانا 100 دولار للواحد، فحلوين راح تجمع راس مال جدا مميز.
أما بخصوص الطريقة اللي خبرتكم عليها إن كيف تنظيم الأيردروبات الخاصة بك، فأنا مسويها فري كالندر دوت جوجل دوت كوم. راح أقل لك الرابط. أولا أنت راح تحصل هاي الأشياء كلها فاضية. راح تيجي هنا راح تسوي create new list. هاي الليستات أنا مسويها blockchain testnet paid point blockchain mainnet testnet project اكتتاب paid project AMA project testnet project NFT ايتر بورشاس يعني الشريط، وهكذا. يعني بإمكاني أسوي العديد يعني لا نهائي يعني مثل هاي الأشياء. فعادي راح نسوي أول شي create new list. أنت بتختار كيف الطريقة، تكتب هنا مثلا على سبيل المثال بكتب جالاكس بروجكت يعني الأشياء اللي أشتغل فيها في الجالاكس، ونسوي علامة صح ودان. راح يبين معاك بهذا الشكل وراح أحولك إلى هنا. فخلينا نيجي هنا نسوي add task. في ال add task title عنوان، راح تكتب عنوان المشروع detail و date time. date time هنا مثلا راح ينتهي الجالاكس متى، مثلا اليوم 25/5 راح ينتهي 26. انت قبلها بساعتين راح تسوي المنبه انه ينبه لك هذا المشروع راح ينتهي يعني بكرة بعد ساعتين، وتدخل له او تدخل له ويعطيك اشعار انه راح ينتهي. كذلك راح ينفعك كتير في الوايت ليست حق ال NFTs، كذلك راح ينفعك كتير في الاشياء حق ال NFT ضروري تسويها بسرعة، يعني يعطيك التوقيت بالضبط، يعني منبه يجيك على الجهاز تدخل تسوي من بسرعة قبل أي واحد. فهي الأشياء يعني لازم تكون منظمة. مثلا على سبيل المثال أنا بخبركم، خلوني أول شيء أسوي تاسك أمامكم. مثلا جالاكس بروجيكت، راح نشوف أي بروجي أشتغل عليه، وليكن هذا البروجي أوكي في الجالاكس. راح نسوي الإيفنت الخاص به اسمه بهذا الشكل، نشيله. انت هاي الاشياء راح تسويها في جهازك انت. ونيجي هنا تيتل ونحط اسم البروجي بهذا الشكل اوكي تمام. عندنا التيتل ركز معي انا شو بسوي، بيسهل علي الامر. كذلك اذا عندي مجموعة ديسكارد اوكي وكل مشروع حاطاه في مكان، ركز معي شو بسوي اوكي. عندي الديسكارد، بنحط اسم الديسكارد اللي داخله في المشروع جالاكس. هل في جالاكس نسوي يس. ويب سايت على سبيل المثال نحط له ويب سايت اسم المشروع. والتاسك دوين جالاكس تاسك اند تست نت ويب سايت، يعني شو المهام اللي سويتها. بامكانك تكتب عربي وانجليزي. فهنا تيجي بهذا الشكل تاخده، راح اخلي لك هذا الموديل، خده حطه نفس القضية مثلي. تيجي هنا ديتيلز، نحط الديتيلز. اذا نصير نغير فقط الديسكارد، المعرف الخاص بنا اللي داخلين فيه اوكي. الويب سايت نحط لنفس الويب سايت اللي موجود، هذا هو اوكي وينو، هذا هو كالاكس. وبعدها نيجي هنا والتاسك شو سويت، دوين جالاكس تاسك تست نت لسه. طيب خلونا نرجع للمشروع نفسه اوكي، ونروح له. هنا راح نشوف الديت متى راح يخلص، يوم 6/30 الساعة 8 GMT اوكي. يوم 6/30 راح نيجي هنا على الديت تايم اوكي. اذا شهر 6 هو جون راح يخلص 30، نحط التايم. راح نبتدي احنا من الساعة GMT، شو قالوا GMT صح؟ فنشوف GMT. فإذا مش عارف GMT بإمكانك تدور في جوجل، ولكن أنت يعني البحث هذا كتير عليك. فشو راح تسوي؟ هو يوم 30 إحنا راح نخليها يوم 29. ذكرنا يوم 29 نيجي نشوف إذا في مهام شيء نضافه نكملهم، أو إذا ما كملت شيء مهمة تسويها وهكذا. نرجع هنا نخليها يوم 29. إذا يوم 29 يعني قبلها بيوم لما يخلص. أنت متى ربي تكون على جهازك، يعني على حسب أنت متى تخلص شغلك أو عندك أشياء فراح تسوي. مثلا أنا دايما على سبيل المثال بكون الساعة 3 العصر على الكمبيوتر تمام، أسوي أوكي.
خلاص راح يجيك لما تفتح الجهاز، راح اكيد راح تسوي نوتيفيكيشن، تفتحها بهذا الشكل، راح يجيك اشعار او على الموبايل لان هذا بيكون مربوط، طبعا لازم تربط الجيميل الخاص بك، راح يجيك اشعار على الموبايل ان يوم 29 لما الساعة 3 في نفس الوقت كان منبه، راح يجيك ادخل شوف المهام هذه. اوكي، يعني سوي مثلي بلوك تشين تيست نت بيد بوينت، يعني الاشياء اللي نحط فيها فلوس وستيكين ناخد بوينت عليها. هنا ما سويت مثلا ديسكارت والاشياء هذه، هنا بكتب المبلغ اللي حاطه ومن وين سحبت المبلغ وكم وكذا. على سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال ايجون لاير اسويل، اوكي هنا مسوي كلام، انت اكتب عربي او انجليزي على الشيء اللي تفضله. ستيك $1000 ايتر تو سويت ان سويل اند روستيكين تو انجل لاير 4 بوينت. اوكي مثلا هنا ديميشن ستيك 230 ديميشن توكن ما يعادل بهذاك الوقت $1400 ان ديميشن، وحطيت الموقع يعني البوينت. هنا بلوكشين مان نت كذلك بسويها مثل بلوكشين تست نت، ديسكارت اللي داخله فيه جالاكس ويب سايت تاسك، اوكي ديسكارت وهذه الاشياء وهذه الاشياء، وانت رايح تست نت بروجكت يعني البلوكشينات لوحدهم، التست نت والمان نت لوحده، تست نت بروجكت لانه البلوكشين هو مش هو نفسه نفس البروجكت المشروع. تمام، هنا التست نت بروجكت اكتتابات، اوكي بيد بروجكت اما بروجكت، يعني اشياء بنسويها ولكن اللي اركز عليه هم هادو اكثر، بلوكشين تست نت بيد بوان بلوكشين مان نت تست نت بروجكت، وضفنا الان هو جالاكس بروجكت، وتنظم كل شيء وتسوي يعني مثلا هذا يعني تسوي له الديت وخلاص، يعني شيء بسيط وراح تنظم وقتك وراح تنظم حتى ما تنسى ولا ايردروب. كذلك عندنا هذا بإمكانك تسوي، أو أخلي لكم هذه خزنوها عندكم لما تريد تشتغل على البوتات، راح أضيف العديد وراح أدور على كم يعني الفاونديشن انفستور كم جمعوا من المبالغ، وهنا إذا كان في airdrop distribution announcement إذا في توزيعات راح أخبركم إياها، وراح أضيف العديد من المشاريع حق البوتات تليجرام، هذا متخصص فقط لبوتات تليجرام، راح أخليكم الرابط. بهذا الشكل خلصنا شرحنا اليوم، أشوفكم على خير، مع السلامة.